وياتي اعلان الحكومه زياده اسعار المواد البتروليه بالسوق المحلي لاستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي ولتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين. قررت الحكومة رفع أسعار الوقود ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي لهيكلة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه في صورة تحسين خدمات التعليم والصحة وتوسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية. تحريك الأسعار كان ضرورة حتمية، لأنه البديل اللي احنا نفتيه ونستلف عشان نغطي هذه التكلفة ونزود الدين ونزود فوائد الدين، ودي هتأثر على قدرة الدولة على ان هي تستخدم مواردها في الامور الضرورية. وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر من عام 2016. وتنتهج الدولة سياسة واضحة من أجل تصحيح التشوهات السعرية التي تعاني منها منظومة الدعم الحالية للمواد البترولية، والتي تسببت بتراكم الديون على مصر وإنفاق جزء كبير من موازنة الدولة لتوفير الوقود للسوق المحلي، وهو ما كشفته الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. كان عندي الفوائد 541 وأقساط الدين 267، دولت يأكلوا أي موارد للدولة. إذن علي التزام بأن أنا لازم أتحرك أن أنا أخفض ده، لأن تخفيض ده معناها موارد بدل ما تروح لسداد فوائد ديون وأقساط ديون تروح للصحة وتروح للتعليم وتروح لاستثمارات خلق فرص عمل وتروح للحماية الاجتماعية. بدون كده الدولة لن تستطيع إن هي لا تعمل استثمارات لتخليق فرص عمل وزيادة النمو، ولا هتستطيع إنفاق على صحة، ولا هتستطيع إنفاق على التعليم. ورغم قرار زيادة أسعار المواد البترولية، ما زالت تلك المواد مدعومة من خزينة الدولة بنحو 89 مليار جنيه وفقا للموازنة العامة المقبلة. وتحملت الحكومة ممثلة في وزارة التموين فرق سعر الوقود الموجه للمخابز لكي يصل رغيف الخبز للمواطن بنفس سعره دون أي تأثر، ودعا ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والخدمية إلى منح علاوة غلاء شهريا لكل عامل لدعم الإصلاح وتوفير مظلة حماية اجتماعية آمنة لأصحاب الدخول المحدودة.